السلام عليكم، معاكم الدكتور عمرو جوده استاذ انف واذن كليه الطب جامعه عين شمس. وانا بقى بسعد وبفتخر دايما في وجودي في اكبر مؤتمر بيتعمل هنا في مصر دايما في شهر 3 راينو ايجيبت، من اكبر التجمعات الطبيه اللي بيجي لها كل اطباء من مستوى العالم. النهارده طبعا الحمد لله كان عندي محاضره عن تجميل الانف وازاي اتعامل مع الانف بالذات اللي هي ريفيجن او اللي هي العمل عمليه قبل كده وحصل فيها مشاكل، وازاي نقدر اصلح هذه الانف عن طريق تقويم العظام الخارجيه او تقويم الغضاريف او تقويم الغضاريف السفليه، وايه رول ان انا اخد جزء من غضاريف القفص الصدري عشان ابني بيها الانف، وازاي نقدر اوصل لشكل جمالي جميل جدا مع نفس، بحيث ان انا اديت العيان حاجتين شكل كويس بيبوصوت منه وفي الوقت الوظيفه ما تاثرتش. برضو كان المحاضرة بتاعتي بتكلم عن الناس اللي ساعات يشتكوا ان عنده الانف عالية شوية، مش كل العيانين زي بعض، ساعات بالعلو في العظم، ساعات العلو في الغضاريف، ساعات العلو في الطرف السفلي من الانف. التقييم مهم جدا، ايه الخطوات اللي هنعملها ونبنيها ازاي وهنرجعها لطبيعتها، ومقارنة ما بين الحالات وامتى احط غضاريف زيادة وامتى استخدم الخيوط وامتى احط دعامة داخلية، بحيث اوصل في الاخر لنتيجة مرضية ايه للعيانين. فدي كانت المحاضرة بصراحة، وكان اللقاء بتاعها يعني تمام، ويا رب على خير دايما، كان نتقابل على خير.